مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصري. قلوب مصريه النهارده بنبعت باقه ورد، باقه ورد لشعب مصر، باقه ورد بنيديها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر نظمت كاس العالم لكره اليد في احتفاليه اكتر من رائعه. ده شفنا السيد الرئيس موجود، شفنا 32 دوله بيشاركوا في كاس العالم لكره اليد. في ظل ازمه كورونا مصر بتستضيف حدث عالمي، حاجه كويسه، حاجه تشرف، بالرغم ان الدكتور حسن مصطفى يمكن قال كلمته باللغه الانجليزيه ويمكن ما لقتش استحسان كتير من الناس، لكن السيد الرئيس اتكلم باللغه العربيه لغتنا، وحاجه جميله جدا بنفتخر بيها. الحاجات المفارقات اللي حصلت في كاس العالم لكره اليد ان احنا شفنا بعض التلفزيونات الدول الاوروبيه وعلى تويتر شفنا حاجه غريبه جدا، يعني بالرغم ان احنا عملنا استعدادات وكلفنا الدولة مليارات الجنيهات، لكن في حاجة بسيطة يمكن هنشوف حاجة يمكن أول مرة هتشوفوها، أكيد الإعلام بتاعنا مش هيطلعها، أكيد القنوات الرياضية مش هتطلعها، في قطة في الملعب، قطة في الصالة المغطاة، ودي كانت موجودة على صفحات وعلى تلفزيونات في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية. اللقطة دي حتى هنشوف كمان في لقطة لاعب من الفرق شال القطة في إيده. طب يا جماعه احنا بنصرف المليارات وبنرتب وبنعمل والسيد الرئيس بيحضر ويطلع في الاخر خالص نطلع حاجه بسيطه زي دي تشوه الصوره. لا، دي احنا بنهديها للجنه المنظمه لكاس العالم كره اليد، دكتور حسن والوزير اشرف ومعاونيه واللجنه المنظمه، بنقول لهم يا جماعه الشكل ده شكل سيء، يعني سقطه للجنه المنظمه. الحاجه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها، طبعا صعب يعدي شهر يناير وما نتذكرش الزعيم جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر الزعيم الشعبي اللي يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امتداد ليه وامتداد للسيد الرئيس انور السادات، فكر ووعي وثقافه، ويمكن حطينا على المحك الدولي وحطينا في الصوره تاني بعد ما الناس كلها نسيتنا ونسيت ان في حاجه اسمها مصر في فتره كانت صعبه سيطر فيها الاخوان وسيطر فيها عصابه على مجريات الامور في البلد. خلينا النهارده نتكلم عن البدرشين. البدرشين فقد التلاتة يمكن من أفضل الرجال اللي كانوا موجودين على الساحة في العمل الخدمي، الحاج عادل فرجاني رحمة الله عليه، الدكتور المهندس العمدة عبد السميع، الأستاذ وليد صديق. الحاج عادل موجود يمكن كان أكتر من 5000 أسرة كان بيعولهم على المجمعات وعلى، يعني رجل خير. احنا بنعزي كل أهالينا في البدرشين وكل أهل قرية مترهينة، الأستاذ وليد صديق والعمدة عبد السميع عمدة الشباب، دكتور مهندس في الطاقة النووية وكان عمدة البلد. أنا بعزيهم وبقول ربنا يصبر أهليهم وربنا يصبر مليون مواطن في البدرشين، ودعواتنا ليهم بالرحمة ويتغمدهم بواسع رحمته. خلونا النهاردة نستقبل ضيوفنا بقى العظام، شباب جاي من محافظة دمياط في الأجواء السيئة ديت وجاي النهاردة عشان يحتفل معانا ونحتفل بيهم. شفناهم كتير في اللقاءات وفي الندوات وفي اللقاءات السياسيه، شفناهم بيقولوا شعر، شفناهم يعني نقول هو ده الجيل اللي طالع اللي هيمثلنا، الجيل ده اللي حافظ على بلده، الجيل اللي بينتمي للبلد، الجيل اللي انا بصراحه انا بتشرف ان انا النهارده بستضيف اتنين من ابناء دمياط رغم المشقه ورغم الظروف. قلنا خلونا نرحب بيهم الشاعره شهد محمود. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك يا فندم، نورتين منوره. الشاعر الجميل محمد خالد، اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك انت والله. خلينا نسمع شهد النهارده في بدايه الحلقه وتسمعنا حاجه وطنيه من اللي احنا كنا بنشوفها في اللقاءات. انا طبعا حابه القي قصيده بعنوان اسمعيني يا بلادي. اسمعيني يا بلادي واسمحي لي انا المنادي، فنحن من يحمي حماك، وعرف مين اللي قال هنموت فداكي، ومين اللي خلاني فاشهدي يا مصر اني لا اخاف من الفراق شيئا سواك. كنت يا بلدي في غمه وعيونك حزينه، جالك قائد جسور، جالك قائد جسور، اصبح ربان للسفينه، جه بجه
إرهاب بيتدمر، صحراء بتتعمر، إنجازات ومشروعات كل يوم بتتطور. شوف كنا فين وبقينا فين، ربنا يحفظ بلادي، كبروا وقولوا أمين. باختصار هقول لكم إحنا نبقى مين. إحنا الوقت الجد تلاقونا واقفين، إحنا اللي بندوس على الخطر ونقول له آمين. إحنا اللي لما الناس تنام تلاقونا سهرانين عن البطولة والتضحية اللي إحنا دايما رمزها، عن رجال الشرطة اللي دايما أمن مصر وعزها، عن الجنود، عن الأسود اللي بيحموا في أرضها، عن كل زوجة ترملت وكل بنت اتيتمت وكل أم اتألمت وكل أم اتحملت ورجع الفراق، عن كل واحد من رجال الشرطة كان في نص الليل واقف يحمل مكان، طب من كل خاينة وجبان اللي لاجله حس شعب مصر انه في امان، ما يستاهلش انه يموت على يد اللي خان. في يوم العيد مع صوت التكبير والاذان، في حق الشهيد كتير قالوا وعادوا، وفي دموع زمايله دموع الحزن في بعاده، قال الشهيد ما تعيطوش، ربك بينظر بعين الرحمه لعباده، فاختار نعيش في جنته لان كسبت محبته، وسبعين من اهل اخترتهم علشان ينولوا رحمته. مالكمش حق، مالكمش حق تعيطوا، دقوا الطبول وزغرتوا، انكم عايش في فرحه في جنه وسع ناخلها طرحه، انكم عايش في وش القبول، طول عمره دايما كان يقول استحاله في يوم هخون، هفضل احمي في مصر دايما وحياتي عشان ترابها تهون، هفضل واقف احمي مكاني، مصر كانت معلماني ومحفظاني حبه معاني، لو خيروني اموت شهيد فهي دي اقصى الاماني، لو خيروني اموت شهيد فهي دي اقصى الاماني. شكرا. مين كاتب الكلمات يا الشاعر؟ الشاعر محمد اشرف خليل، هو ملازم اول. لا ده احنا بنحيي الشاعر وبنحييك على الالقاء الجميل، ربنا يخليك يا رب. احساس احنا مفتقدينه يا جماعه، احنا فعلا محتاجين نربي اولادنا تاني من جديد. خلونا نسمع محمد، اكيد هيبقى نفس المستوى. اتفضل يلا شو هتسمعني؟ قصيدتي عن رجال الشرطه، بتحييهم يعني في عيدهم الكريم. تحية من مصر العظيمة اليوم في عيدكم، يلي شرفتوا الوطن الله يسعدكم، ومقدرين بالفخر والعزة جهودكم، تحية حتى من التراب اللي مشيتوا عليه ودستم، تحية غالية من خريطة أرض مصر لجند مصر، يلي ضربتوا للمصر أروع مثل في اللي جرى واللي حصل، تحية حتى من الآثار اللي سابوا عنها أجدادنا العظام، تحية في عيدكم الكريم من أبو الهول العظيم، اللي آخر مرة شفته شفت في عينيه الأمل، رديت عليه وبطمنه وقلت له إن النبي سيدنا محمد لما قال عن جند مصر هم دول خير الجنود، هم دول خير الجنود اللي بذلوا الروح أجل الوطن من غير تمن، هو ده معنى الدفاع عن الوطن، وإن رب الكون وعدنا في الكتاب واداله حقه مقدما، جنة الخلد من رب العباد للشهيد أعظم تمن، ورديت عليه وبطمنه وقلت له إن نبينا قال لنا في حديثه لينا كلنا عينان، عينان لا تمسهما النار، عين بقت من خشية الله العظيم، وعين منامت لأجل ما تحرس الوطن الكريم، وتحية منا كلنا، وتحية منا كلنا الروح الشهيد اللي ضحى بنفسه لأجل احنا نعيش، واللي مهما قلنا عنه ولا عنكو ما نلاقيش من جنود الشرطة أو جندي في كيش، وتحية خالصة، وتحية خالصة مني ليكم كلكم اليوم في عيدكم من ابنكم أو من حفيدكم،
وتحية منا كلنا من الشعب لزعيمنا الهمام اللي استعاد كفة سفينة أرض مصر، اللي استعاد كفة سفينة أرض مصر صيرا للأمام، ورأسنا كله أدب ورقف الإحساس وبحكمة عالية مخلصة رفع الأساس. هي كده مصر العظيمة على مر العصور، ومهما تشتد المحن من طلبها يطلع زعيم جريء جسور بيحول الضربة لنور. في النهاية بقول لكم يوم عيدكم الحر الكريم، بنحبكم ونقول جميعا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مين الشاعر يا محمد؟ محمد عيسى. احنا بنحيي الشاعر على الاحساس الوطني، وانا بحييكم بصراحه على احساسكم وعلى انتمائكم لبلدنا. وانا شايف في تليفونات بدات سريعه معانا. معانا النائب علاء عصام الجعودي. اهلا وسهلا بيك سياده النائب. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب، وتحياتي للشباب الجميل الواعد والشاعر الجميل اللي احنا سمعناه. احنا كنا شايفين في حاجه حضرتك بتتكلم فيها امبارح، يمكن خاصه بشركه الحديد الصلب، الحديد الصلب اللي تم انشائها في عهد السيد الرئيس جمال عبد الناصر. يا ترى ايه الموقف بالنسبه لحديد الصلب دلوقتي؟ الحقيقه احنا يعني هذه الشركه شركه عملاقه تأسست من أجل بناء الاقتصاد المصري، وتعرف صناعة الحديد هي صناعة يعني تساهم في النهوض بصناعات أخرى كثيرة وصناعة استراتيجية، وهي شركة عمرها أكثر من 70 عام. الحقيقة هذه الشركة الآن تخسر خسارة كبيرة، ونحن نحاول أن نعرف من المسؤول عن هذه الخسارة. لا نعرف، يقولون أن هناك خسائر 8 مليار جنيه، ما السبب؟ لا نعرف. فوجئنا بقرار وزير قطاع الاعمال عام بتصفيه الشركه وبيعها. هذا الكلام غير منطقي وغير موضوعي. اولا هناك برلمان جديد تشكل، هذا البرلمان حقه ان يناقش ويشكل لجنه تقصي حقائق تبحث في اسباب الخسائر وتبحث في الاسباب التي بردت على رئيس الشركه الخاصه به البيع، ولماذا نبيع هذه الشركة؟ هم يقولون أن الشركة تعمل بكفاءة فرن واحد بدلا من 4 أفران. طب لماذا لا نعمل على تطوير الشركة ونمدها بالثلاثة أفران الآخرين؟ هو حضرتك اللي كان سيادة الوزير كان يتكلم وقال إن البيانات غير دقيقة اللي هي بتجيله من سواء من إدارة الشركة أو البيانات اللي بتجيله، والشركة حققت خسارة على مدى كام سنة كده 9 مليار جنيه. ويمكن اتكلم عن الاصول امبارح وقال ان المصنع كله او المصانع كلها ما يجيبوش 10 سهام بنفس اللفظ. ده كلام يعني يحتاج دراسه ويحتاج لجنه تقصي حقائق، من السبب في هذه الخسائر وكيف، ولجنه اخرى لجنه فنيه تشكل من البرلمان وشخصيات عامه واقتصاديين تبحث ايضا كيفيه النهوض بهذه الشركه، وهل قرار التصفيه هو الحل الوحيد؟ لربما يكون هناك وجهات نظر اخرى نستطيع من خلالها ان احنا نلاقي حل، لان هذه التصفيه معناها تسريح 7200 عامل مصري، وهذا الكلام فيه جور كبير على العمال، ونحن علينا ان نبحث كيف ننقذ هذه الشركه العملاقه التي من الممكن ان تدر دخل كبير للموازنه العامه، وكيف ايضا نحمي عمالنا وان يستمروا في مواقعهم. بعدين انا عاوز افهم 8 مليار جنيه لما نيجي نبيع الشركه بيقول لك هتجيب 1,200,000,000. طب يعني كيف سنسدد ما على هذه الشركه من ديون؟ أليس المنطقي ان نقوم بتقويه هذا المصنع ونعمل على تطويره بشراكه قطاع خاص او استثمار اجنبي من اجل تحقيق ارباح من شانها تساهم في تسديد هذه الديون الكبيره، ثم بعد ان نتخلص من هذه الديون المتراكمه نعمل على تحقيق ارباح من ورائها، وهنا سوف نستفيد من ان هناك انتاج للحديد والصلب. طب انت سياده النائب، انا شايف كان في استدعاء للحكومه ان هي تحضر في مجلس النواب النهارده، يا ترى كان في استجابه ولا في حاجه؟ في استجابه، ومعالي دوله رئيس مجلس الوزراء كان متواجد، ووزير التموين ووزير التنميه المحليه، وان شاء الله يشرفنا وزير قطاع الاعمال عام يوم الخميس، وهيكون محور سؤالي لسيادته حول هذا الموضوع. انا متقدم بسؤال وان شاء الله يعني نشوف ازاي ننقذ هذا القرار
لان انا في حاجه الى ان احل الموضوع بشكل موضوعي وبشكل فيه نوع من الاهتمام وقدر من الاهتمام. والبرلمان المصري يعني مازال جديدا يستقر، علينا ان نعطي فرصه لان يتلي النواب بدلوهم وان يتحملوا المسؤوليه وهم متحملين المسؤوليه. وان سيادة النائب عضو تنسيقية الأحزاب النائب علاء عصام الجعودي، الشاب الواعد اختيارات وقيادات واعدة إن شاء الله، وشايفين يمكن مجلس النواب بادئ بداية قوية، بيتكلم في مشكلة كبيرة، مشكلة 7000 عامل، مشكلة شركة القابضة للصناعات المعدنية، بيتكلم في الحديد الصلب، بيتكلم في الصناعة الوطنية. خالص تحياتي علاء بيه. شكرا جزيلا يا سيادة. شكرا جزيلا يا فندم. عاوزين نسمع حاجة في عجالة كده سريعة. حاضر. يلا احنا معانا الفقرة التانية، معانا مأساة، هنشوف مأساة بشرية، قنبلة موقوتة، عمارة 5 أدوار مليانة زبالة. الفقرة التانية هتبقى فقرة صعبة جدا، يعني يا ريت نتقبلها. نسمع شاهد ونسمع محمد ونختم معاكم الفقرة الأولى. قصيدة بعنوان الشهيد الأولاني. الشهيد الأولاني، الشهيد شرطة اللي اسمه لسه بيرن في وداني، كان صعيدي وبور صعيدي وكان شبه قمح في غطام، الشهيد اللي انا كاتبه مصري في شهادة ميلاده، الشهيد ابو نعش طاير لاجل ما يحكم بلاده، للشهيد اللي القنابل تحته بتيتم ولاده، انت على سور بنيته والزمن على غفلة هده، كنت لعيب كورة جني، كنت لعيب كورة جني زي ميسي أو مانالدو، قلت لما العود يميل هلتقيك في الظهر سنده، ياللي زرعك من حلاوته ما اختشاش يرقص في أرضه، ياللي وطنك لما عازك من دماغ تسطل عرضه، انت اول حد تبت على الجذور وساله فرو، انت اول جمع جمه، وانت اول لحن سمعه، وانت اول بصراليه، وانت اول جمع جمه، منهم لله يا ولدي اللي خلوا ريحه اشيش كل حاجه كانت في يدي، اللي خلوا الدنيا تدهش في ضلوعي فوق تدي، اللي خلوا الدم بيرجع من قتل لكلاب امريكا، للشياطين اللي فضلوا يمثلوا دور الضحايا، للي لابسينهم ملايكة وهم في الآخر بغايا، اللي فوق صدرك رزايا كلهم في الدم شرك، اللي فاكرني هطاطي، اللي فاكرني هطاطي لما سهم الجرح ينفذ من حشايا لحد واطي، لما نطفي الشمع واطي، لما اشوفك وانت راجع ليا متشال على الكتاب، اللي فاكرني هخاف، اللي فاكرني هقول لك جيت ورحت ومتحاف، وانا على البلد اللي اقصر حتى من اقصى اللحاف، اصل ابوك يا ضنا يا راجل قلب اقوى من البراجل، ولو يوم يبقى الخبر عاجل يا ما دقت فوق دماغي 1000 طبله، اصل ابوك من يوم ما جابك انشبك في القلب دبله، والشهادة من شروطها يا عريس الأرض إبلة، والشهادة من شروطها يا عريس الأرض إبلة، وانت مش سكيتي ميت 1000 زغروطة في جنازتك والعيون بالدمع سيلة، كلنا نمشي ما نمشي بس تفضل مصر عدلة، كلنا نمشي ما نمشي بس تفضل مصر عدلة، كلنا نمشي ما نمشي بس تفضل مصر عبلة، فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا. شكرا يا شاهد. نسمع محمد كده في حاجه سريعه، حاجه سريعه سريعه يعني. تعظيم سلام للعيون السهرانين، للايدين الشجيانين، لكل نقطه عرق مره سالت على الجبين، لكل جندي لكل شرطة أو أمين، لكل عين بتسهر علشان في أمان الله تنام، تعظيم سلام
تعظيم سلام لروحك يا صاحبي. كنت وقت الجد سد ولا كان يهمك اي حاجه ولا كنت تخاف من اي حد، كنت قد المسؤوليه. قدمت روحك لربنا اجمل هديه، ودي طبعا حاجه مش جديده، ولو هكتب لك الف غنوه وميت قصيده والله ما يكفي الكلام. تعظيم سلام، تعظيم سلام للي كان واقف على الحدود واقف يحمي ارضنا، للي سهران على الحدود علشان يحمي ارضنا، للي شايل اهل بيته واقف يقرص اهلنا، للي شايل همنا واللي شايل عقلنا، ليكم مني كل احترام. تعظيم سلام، تعظيم سلام لكل ام عرفت تربي، لكل ام قلبها مليان وجع لكنها بتعرف تخبي، لكل ام عاشت وشافت ابنها بيتدفى الجنه شهيد. تعظيم سلام لام الشهيد. روحي على ايديا برضه مش زعلان، الفرحه في عينيا وهبقى انا الكسبان. في الدنيا انا الزاهد مش حلمي اعيش فيها، ورب السما شاهد انا ارضي احميها، ولو غدر يا مصر في يوم بروحي افدي. تعظيم سلام لكل واحد عارف كويس ان مصر حميها ربها وريس. ريس اتحدى شعبه من كل صعب، بجيش وشرطه بيحموا شعب، بجيش وشرطه بيحموا شعب، شعب علشانه نصر وازاي نفوق. وافضل اقولها باعلى صوت، يا رجال الجيش والشرطه يا فخر الوطن، يا رجال الجيش والشرطه يا امن الوطن، اقسمنا سويا برب العباد ان نصون مصر من كل الاعادي، ونحمي حماه حتى الممات. فحاق الشهيد ذات يوم اتي، فحاق الشهيد ذات يوم اتي، فحاق الشهيد حتى الملاتي. شكرا محمد. الفقره الاولى يمكن عدت سريعا، في فيديو هنشوفه ونستقبل ضيفنا الفقره الثانيه. هخليكم تشوفوا الفيديو ونستقبل ضيفنا. I don't know.